نسأل الكابتن عصام عبد الفتاح، الكابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن عصام مشرف ومنور. اهلا بيك يا كريم، وبرحب بضيفك الكريم الكابتن محمد عبد الله. اهلا بيك يا كابتن عصام. اهلا بيك يا كابتن عصام. اهلا بحضرتك يا الوضع، انا النهارده كنت بتكلم يا كابتن عصام، الوضع في شحنه، في مشحون بعد كل مباراه، في ازمه وفي مشكله، وبقت الموضوع صعب جدا. النهارده في اعتراضات كثيره في كل المباريات اللي اتلعبت، الاسبوع اللي فات نفس الامر. هل الاعتراضات دي منطقيه وصحيحه؟ هل في مشكله عندنا في بعض القرارات التحكيميه، ولا دي ازمه بدون لازمه؟ والله انا شايف ازمه بدون لازمه لسبب يا كريم. احنا كلنا شفنا الماتشات، وناس كتيره ما بتعمل اخطاء عشان التحكيم. يعني انت لما تكون كسبان 2-0 تمام، وثم الحكم يطلع عليك ضربه جزاء والفار يرجعه انت ثم تتعادل، ثم تقول بفعل فاعل، لا يبقى لازم انت مخطئ. يعني ما تحكمش تحليلات دي صح وممكن غلط، اكيد انت معاك كتير قرارات الحكام. واحد اثنين ماتش تاني الفار وقف خدعي يراجع، وقف اكتر من دقيقتين كمان بيستنى هل هيكون في مراجعه ولا لا، وفي حوالي 5-6 تغييرات وانت كنت كسبان تخسر وتفعل فاعل. لا 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 عيب دي محترمه تقول فعل فاعل، لازم تتحسب. فعلا لازمة بدون أزمة زي ما بيقولوا. طيب كلنا منظومة قادرا من يعترف بأخطاء. طيب أنا هسألك حضرتك في اللقطة الأخيرة النهاردة، لقطة النادي الأهلي، لقطة هدف الفوز للنادي الأهلي وسط اعتراضات على أن الكرة تسلل، هل حضرتك شفت هذه الكرة؟ هل شفت أنها تسلل ولا مش تسلل؟ هو أنا ما الكرة دي لنا ولا أي حد يقدر يحكم عليها غير الفار والحكم المساعد اللي موجود في الملعب. الفار عنده شغل، لكن تفهم القانون. يعني كابتن عصام انا هستاذنك عشان كلام حضرتك مهم جدا، الصوت بس لو نقدر نتحرك شويه عشان الشبكه واضح ان بعافيه شويه كده. سامعني يا كريم؟ اه اتفضل يا كابتن عصام اتفضل. في عندنا دايما انا بقول ايه، ان الناس لما بتعترض اوقات بيكون ممكن، مش بقول مش فاهمه القانون، بقول ممكن يكون عندها نقص في فهم القانون. يعني ما بتقراش القانون بشكل كويس، مش فاهمه حالات معينه في التسلل بشكل كويس. فمثلا النهارده لعبه النادي الاهلي، احنا عندنا في التسلل متى يكون اللاعب في موقف التسلل؟ اللاعب يكون في موقف التسلل عندما يصدق اهل ثاني مدافع من مين؟ من الفريق المنافس والكره. طيب لو كانت الكره هي اللي ثابته، سابقة مثلا اللاعب اللي في موقف تسلل، خلاص هنا الخطوط اتعملت على الكرة، لان زي ما قلت لك التسلل بيتقاس بحاجتين، باخر ثاني مدافع او الكرة. لو اللاعب المهاجم ده ساب اخر ثاني مدافع او ساب الكرة يبقى في موقف تسلل. هنا لاعب النادي الاهلي اللي هو عمل اللي هو لعب اللي هو ما وقفش الجول، اللي هو عمل حركه كده تدعو للكوره. لو في موقف تسلل يبقى الهدف تسلل لانه اثر على حاله المرمى. لو مش في موقف تسلل ما نقدرش نعاقبه باي قانون في الدنيا. فهنا الفار عمل المساعد كان رائع، احتسب الهدف. ثم الفار عمل تشيك وفعلا لقى ان الكوره سابقه هذا اللاعب، اذا لا يوجد موقف تسلل، اذا الهدف سليم 100%. طيب كابتن عصام، من الحاجات الملحوظه جدا فكره ان احنا بنستنى الفار كتير. يعني النهارده في كره التسلل دي يعني 3 و4 دقايق ويمكن اكتر احنا مستنيين قرار الفار. انت مش حاسس ان بيبقى في تاخير دايما في قرارات الفار؟ كلامك صح يا كريم، في تاخير، ولكن احنا بنحاول نكلم الشركه ان احنا ناخد الفيرجن الجديده بالنسبه للتسلل، في نسخه جديده للتسلل لازم نجيبها لان دي هتسرع كتير. ولكن في مثل حاجه زي دي كريم في اخر المباراه في الدقيقه 96 فلازم ياخد وقته بشكل كبير، عشان لان دي هدف وممكن تكون لها تاثير كبير على القرار. فهنا بياخد وقتهم بشكل كبير كمان، لان هي حاله صعبه، لان في النهايه الخطوط هتتحط على هتبدا تترسم من على الكوره، ثم اللاعب اللي كان ممكن يكون قتل الاول. طيب كابتن عصام، لو سالتك بشكل واضح، راضي على الاداء التحكيمي بنسبه قد ايه حتى الان في الدوري الممتاز؟ هتقولي راضي عن بنسبه قد ايه؟
احنا بنقول ان احنا 8 من 10 وبنحاول نحسن يا كريم وبنحاول نصلح من اخطائنا عندنا بعض الاخطاء بحقيقه ما نقدرش الناس. طيب معظم الفرق عندها اخطاء ولكن احنا بنحاول نحسن بنحاول نصلح من اخطاء. الكره الاكثر جدلا في الدوري الممتاز حتى الان كره النادي الاهلي المباراه الماضيه، الهدف الكره كانت متحركه وحضرتك كان ليك راي واضح في هذا الامر ان الهدف غير صحيح ومفيش اي خطا قانوني في هذا الامر، ما زلت عند رايك مع كل حاله الانقسام دي محليا وعالميا من خبراء تحكيم وخبراء تحكيم عالميين؟ هو انت قلت حاله انقسام يا كريم فلما بيكون في انقسام او في اراء مختلفه على حاله واحده يبقى كده نمشي مع قرار التحكيم. لكن أنا اللي قلته والناس يمكن لابوني وتراقوا عليا. قلت إن هناك روح للقانون، روح للبروتوكول. إن الأساس اللي بني عليه قانون كرة القدم. عشان نصل للعدالة نقدر نصل لها بأي طريق. وناس قالوا لي بس كل الفار بيقول الحكم أو الفار ما بيتدخلش في إجراءات التسجيلات يعني. ده كلام صحيح وما اقدرش انكره ابدا. ولكن عندما يكون شيء في شيء معين بتكلم عنه هو سيريا مش ابلكيشن 33 لما يكون في تطبيق خطير وغير صحيح للقانون هنا لازم اتدخل لان العداله هي الاساس. ولما بني على باطل فهو باطل. ده كان رايي وكان راي بعض الناس نفس رايي مختلفه ولكن في النهايه العداله هي الاساس ولا يمكن للفار انه يخسر. طيب كابتن عصام انت سامعني كويس عشان مش سامعك كويس عشان عايز اسالك سؤال مهم جدا. انا سامعك كويس. طيب سامعك كويس يا كريم. من شويه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال تصريح واضح ومباشر انه الكابتن عصام عبد الفتاح هل هو بيعطي تعليمات للحكام ان هم يدوني طرد اول ما اتحرك من الدكه؟ بيتساءل. طب جميل ده شيء منطقي يعني يتقال؟ مستحيل طبعا. كل كابتن سيد وكل مديرين الكوره لهم كل الاحترام والتقدير. في حكم عنده شخصيه في الملعب مش ممكن حد يفرض عليه اي شيء اطلاق والا ما يبقى حكم اللي يتاثر باي شيء لان الحكم اللي بيشوفه هو اللي بيحسبه. ممكن يصيب وممكن يخطئ ولكن هذا الكلام اكيد لا تتلاقى من الصح. وتساءل ايضا بيقول هل الاعتراض على الحكام من المحرمات؟ يعني مش فاهم هو بيسال هل الاعتراض على الحكام انه بيحصل عقوبات على الاعتراض على الحكام ده من المحرمات؟ اولا الاعتراض على الحكام حسب درجه الاعتراض يا كريم. في الاعتراض المقبول اللي عليه انذار وفي الاعتراض اللي الحكم لا او الاداره عليه قطع الصوت برضه يا كابتن عصام. طيب ايوه انا بسالك دلوقتي هل هتوافق او سيوافق الاتحاد المصري بموافقتك على استخدام حكام اجانب في مباراه القمه بين الاهلي والزمالك بناء على طلب النادي الاهلي؟ هو في قرار في الكوره باستخدام حكام اجانب. في قرار خلاص. من قبل كده كمان. يعني مش هيبقى حكام مصريين. وانت رايك ايه يا فندم في هذا الامر؟ عشان انت كنت دايما تنادي ان حكام مصريين هم اللي يديروا مباريات القمه. بص يا كريم. بص يا كريم. مهما كانت قيمه الحكم لو كان طبعا انا ضد الحكم الاجنبي على طول خالص. مهما كانت قيمه الحكم اللي هيجي مش هيأدي مباراه زي اللي قدام محمد عادل. ودي فرصه ان الناس تقارن ما بين اداء محمد عادل اللي كان يستحق امتياز وما بين اداء الحكم الاجنبي. ليه يا كريم؟ وهقول لك حاجه نقطه مهمه. اتفضل. احنا يمكن الناس قامت في الدنيا لان احنا دايما بنركز في حاجات يعني برضو احترم كل الاراء. محمد عادل بعد من اداؤه لهذه مباراه الاهلي والزمالك اعتقد في اليومين دول العالم كله اشاد بيه. الاهلي والزمالك اللي خسر اشاد بيه وكل مصر اشاد بيه. بعد يومين طلع في احد الاذاعات مع اعتقد الكابتن شوبير وقال كلمه احتواء. وعلى فكره بقى للناس يعني في حاجات كثيره في التحكيم اتغيرت. احنا عندنا محاضره مهمه جدا 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 في التحكيم اسمها ماتش مانجمنت. ماتش مانجمنت دي يعني ايه؟ اللي هو بقى اللي اتكلم عليه محمد عادل بنيه صافيه اللي هو الاحتواء. ان اوقات يا كريم تتغاضى عن انذار. العالم كله بيقول انذار لحمايه المباراه. انا الكلام ده بقوله على مسؤوليتي الشخصيه وكل الناس سامعاه اللي بيفهموا اللي هم محاضرين في التحكيم.
انما احنا دايما بنتحبط، دايما بنعمل فوكس غير عادي على التحكيم. يعني واحد عمل مباراه رائعه، بنحاول نهين ونحاول لانه قال لفظ ممكن هذا اللفظ صحيح مش خطا، ولكن في النهايه احنا كده عندنا احنا في تراب شويه بالحكام، يعني بنحاسبهم على كل حاجه وما بنحاسبش الاخرين وما بنحاسبش انفسنا. كابتن الكبير كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الاتحاد المصري لكره القدم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله اللي فيها رد على كل الاستفسارات، وبعتذر اعتذار شديد جدا جدا للكابتن الكبير كابتن محمد عبد الله.